الوقت المناسب. الوقت من اكتر الحاجات اللي مش مقدرين قيمتها لحد النهارده، هو اهم حاجه موجوده في حياتنا، فلازم نحافظ عليها ونستفيد منها، علشان الوقت من اعظم النعم اللي ربنا انعم علينا بيها. بالظبط يا هبه، عشان كده احنا لازم نستغل وقتنا بطريقه صح، وان احنا نستثمره بطريقه مظبوطه. ده هيساعدنا ان احنا نحقق نجاحات اكتر في حياتنا، وان احنا نقدر نطور من مهاراتنا ونحسن من حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعيه، وكمان ان احنا ناخد بالنا من شكلنا وصحتنا بشكل افضل. عامه لو ضيعنا وقتنا ده ممكن يسبب لنا مشاكل اجتماعيه وصحيه كتير، زي الكسل والخمول والاضطراب الاجتماعي وصعوبه التواصل مع اللي حوالينا. فالوقت هو اللي بننظم بيه حياتنا كلنا. في اوقات وايام كتير قوي بتعدي علينا بنحس ان مفيش حاجه نعملها، وان يومنا عدى عادي كده من غير ما نعمل فيه حاجه مفيده، بنحس ان حياتنا ملهاش لازمه، وده بيبقى اسمه الفراغ. لازم ان احنا نملى وقت فراغنا بحاجه مفيده نعملها، عشان كده كتر القعده في زون الفراغ بتاذينا نفسيا وجسديا، وعمرنا ما هنلاقي حد ناجح في حياتنا الا لما يكون منظم وقته. حاجة مهمة جدا وحاجة لازم نتفق عليها، ان الوقت ده هو اقيم حاجة ممكن نديها لأي حد، مش المشاعر ولا الفلوس، لان المشاعر بتروح وتيجي والفلوس كمان بتروح وتيجي، لكن الوقت بيروح ومش بيجي. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي هنستثمر وقتنا ازاي وهنديه لمين. صح جدا يا فريدة، النجاح اساسه النظام ونظام حياتنا وتنظيم الوقت فيه. وفي نوع تاني من الوقت المناسب، وهو التوقيت الصح لأفعال الأشخاص اللي حوالينا. كتير من الناس مش مدركة أهمية الوقت المناسب لتصرفاتهم مع الناس اللي حواليهم أو الأشخاص اللي بيحبوهم. مثلا زعلت حبيبتك، تمام، صالحتها إمتى؟ صالحتها في وقتها ولا بعد ما هانت عليك وسبتها لتفكيرها لحد ما موتت مشاعر كتير قوي جواها؟ لو كانت في مشكلة مثلا وكانت محتاجة انك تكون من اول الناس اللي تقف جنبها، وقفت جنبها فعلا ولا سبتها وحيدة من غيرك بحجة انك مش فاضي او مشغول؟ او مثلا الناس اللي فجأة بتختفي من حياتنا، اختفيت تمام، بس هل وقت ما ترجع مكانك هيفضل فاضي وموجود؟ اكيد لا. قدروا يا جماعة الناس اللي في حياتكم، لان في حاجات لو ما حصلتش في وقتها المناسب بيكون ملهاش لازمة تحصل اصلا، لأن الانتظار أحياناً بيقتل ناس. حاولوا تحافظوا على مشاعر واحتياجات الناس اللي بتحبوهم في حياتكم قبل فوات الأوان.